بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى من كان بهديه وشرعه من العاملين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، النهاردة بنتقابل للمرة الثانية في محاضرة نسأل الله عز وجل أنها تكون مفيدة، بنقدمها أساسا للخريجين الجدد نيولي جراديويت الدنتست، وإن شاء الله تبقى كريفريشمنت للإكسبيرينس دنتست. النهاردة هنتكلم على الكومبوزيت ريزن as the magician of dentistry، أو كساحر طب الأسنان. في السلايد اللي قدامنا دي بنشوف الهيستوري بتاع الديفلوبمنت للكومبوزيت ريزن، وانه بدأ في تقريبا منتصف الخمسينات، كان اول ما الناس بدأت تقول هنعمل حشوات الكومبوزيت. من 1800 وكسر لغاية النهاردة لازالت حشوة الامالجم تعتبر هي الحشوة الاساسية في طب الاسنان لغاية النهاردة. ومع كل الديفلوبمنت اللي حصل في الكومبوزيت، الا ان حشوة الامالجم ما زالت تمثل حوالي 80% من الـ posterior restorations especially in the developing countries. حشوة الأمالجم حشوة المعظم بيقول إنها سهلة ورخيصة وبتعيش كتير، ودي مواصفات مهمة جدا في أي حشوة كويسة يستخدمها الطبيب أو إن المريض يطلبها. ولكن مع كل الميزات اللي موجودة في حشوة الأمالجم، اللي إن فيها عيب يبدو لأول وهلة إنه عيب صغير، لكن في الحقيقة إن العيب ده ملوش حل، وهو اللي أدى إن الناس تفكر إنها تعمل حشوات تتغلب على هذا العيب، وهو لون حشوة الأمالجم، اللون المعدني للحشوة اللي مع التارنش والكروجن بيقلب بيبقى لونه أسود، وبالتالي مقدرش أستخدمها في الانتيريور ريستوريشنز، ما اقدرش استخدمها لو البيشنتس عايز الهاي ايثيتك ريستوريشنز. وبالتالي بدانا نفكر وعملنا حشوه الكومبوزيت، تقريبا كان في منتصف خمسينات القرن العشرين. اول ما عملنا حشوه الكومبوزيت كانت عباره عن كيميكال كيورد ريستوريشنز كونسيست اوف تو بيز اند كاتاليست ويتش ميكس توجذر اند ذن سيت كيميكالي completely chemically. The setting time كان uncontrolled by the dentist، وبالتالي كان مشاكل السيلف كيورد كومبوزيت او الاسم التاني ليه الكيميكال كيورد كومبوزيت او الاسم برضو المختلف ليه اللي هو تو بيست سيستم، ان الوركينج تايم كان ليميتد، وكان ممكن الميكست ريستوريشنز دي يحصلها سيتنج بيفور شيبنج اور ايفن بيفور انسيرشن انتو ذا بريبيرد كافيتي. فبعد السيلف كيورد كومبوزيت بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم في حقبة الثمانينات اللايت كيورد كومبوزيت، وبدأنا بالالترا فايلت لايت كيورد كومبوزيت، وصولا دلوقتي للي كلنا بنشتغل بيه اللي هو الفيزيبل لايت كيورينج كومبوزيت. لما بدأنا برضو نعمل حشوة الكومبوزيت في الستينات والسبعينات، كنا بنستخدم filler particles has a large size، كويس، كان احجام الماليئات او الفيلرز كبيرة جدا. الاحجام الكبيرة دي كانت بتديني قوة ممتازة للحشوة، ولكن كان فيها عيب خطير جدا ان بتخلي سطح الحشوة خشن، وبالتالي كان سطح الحشوة بيعرض بنسبة اكبر للتصبغ بالأطعمة المختلفة والمشروبات والدخان وما إلى ذلك. فبدأنا نصغر حجم الفيلر بالتدريج من الماكروفيل للمايكروفيل للنانوفيل دلوقتي.
كمان هنتكلم بالتفصيل في السلايدز اللي جاية ممكن على الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاع الكومبوزيت ريزن والكلاسيفيكيشن بتاع الكومبوزيت. كمان هنا معلش عشان السلايدز مش مظبوطه معايا شويه في البرنامج. اول ما طلع الكومبوزيت ريزن كنا بنسميه unbonded composite. unbonded composite يعني بمنتهى البساطة بنعمل كافيتي نفس الكافيتي بتاع الامالجام بالظبط، وبعد كده نعمل ميكسينج للكومبوزيت ونحط الكومبوزيت جوه الكافيتي بتاعنا، وبكده نقول للعيان الحمد لله على السلامة خلاص انت سنتك بقت تمام. اللي بيحصل في الانبوندد كومبوزيت ان اي مونيمر لما يجي يتحول لبوليمر بيحصل له حاجه كلنا عارفينها اسمها البوليمرايزيشن شرينكج. بوليمرايزيشن شرينكج يعني الحجم النهائي للحشوه بيبقى اقل من الحجم الابتدائي، وبالتالي كان الحشوه دي ممكن تقع او بيحصل حاجه اسمها برضو كلنا عارفينها وبنخاف منها ولازالت من الديس ادفانتج لغايه النهارده هي المايكرو ليكج. عشان نتغلب على المشكله ديت بدانا نفكر ان احنا نلزق الحشوه في البريبيرد كافيتي، والكلام ده كان في بدايه السبعينات مع الانترودكشن اوف اسيد ايتشنج تكنيك. اسيد ايتشنج تكنيك كنا بنعمله في السبعينات على الانامل، بس القصد منه هو زياده خشونه سطح الانامل، او كنا بنعمل حاجه اسمها بمعنى اصح سيلكتيف ديمينراليزيشن تو انكريز ذا سيرفيس اريا اوف ذا بريبيرد انامل. بعد كده في الثمانينات بدانا نقول والله كلام جميل جدا ان احنا نلزق على الانامل، لكن الكافيتي معظمه دنتين مش انامل، فبالتالي بدانا نقول والله احنا هنعمل اسيد ايتشنج كمان على الدنتين. بدانا نجرب في البوندنج سيستمز من اول الفيرست جينيريشن لغايه لما وصلنا للفورث جينيريشن. الفورث جينيريشن او الجيل الرابع من المواد اللاصقه، وهو يعتبر الجيل الاول المستخدم في العيادات اللي هو الجيل الرابع معمليا، وده كان بيتكون من ثلاث خطوات منفصله قبل خطوه الحشو، وهي الاسيد ايتشنج وبعدين سيبريت برايمنج ستيب سيبريت بوندنج ستيب اند فولود باي كومبوزيت ريزن ابلكيشنز. لما وصلنا للجيل الرابع وصلنا للبوند سترينث 25 ميجا باسكال which is approved by the ADA انها تبقى satisfied bond strength للحشوه بتاعتنا، لكن الكلام ده كان very sensitive technique وcomplicated technique، والناس بدأت تفكر انها تقلل الخطوات ديت، فطلع الجيل الخامس. في الجيل الخامس جبنا البرايمنج حطيناه مع البوندنج ان وان بوتل، وبالتالي بقينا نعمل سيبريت ايتشنج ستيب فولود باي برايمنج اند بوندنج ستيب. لما قللنا خطوات البوندنج لخطوتين طلع برضو شويه دكاتره كده قلبهم حنين خايفين على البلب شويه، وقالوا ان احنا لما بنعمل سيبريت ايتشنج ستيب بنعمل اوبننج للدنتينال تيبيول وممكن نعمل افكشن على البلب، فيا ريت ما نشيلش السمير لير تماما ولكن بس نعمل لها شويه موديفيكيشن. فقلنا لهم خلاص يا جماعه ما تزعلوش هاتوا البرايمنج من البوندنج ونحط البرايمنج على الايتشنج، وعملنا السكس جينيريشن وسميناه سيلف ايتشنج برايمر، وبرضو بقوا هم الخطوتين. عفوا. جم بعض الدكاتره برضو قالوا طب انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ما سهلتوش ولا حاجه، كده خطوتين وكده خطوتين، احنا عايزين القصه دي كلها تبقى خطوه واحده. فعملنا حاجه اسمها السيفنث جينيريشن اول ان وان سنجل ستيب، حطينا البرايمر مع الايتشنج مع البوندنج كلهم مع بعض، وبقينا نعمل الكافيتي بريبريشن ونحط البوندنج مره واحده ان سنجل ستيب ايتشنج برايمنج اند بوندنج ذن فولود باي كومبوزيت ريزن ابلكيشن. بعد كده برضو الناس قالت والله في الامالجام كان الوضع اسهل بكتير، كنا بنعمل الكافيتي وبعدين نحط الحشوه، ولا ايتشنج ولا بوندنج ولا في اي ستيب في النص خالص. فقلنا لهم خلاص ما تزعلوش هنعمل لكم حاجه اسمها سيلف ادهيسيف كومبوزيت، ونحط الكومبوزيت على البوند ويبقى هو كومبوننت واحد زي الامالجام بالظبط. هنعمل الكافيتي اند ذن بوت يور سيلف ادهيسيف كومبوزيت.
عفوا سيلف اديسيف كومبوست. الامالجم لاعب قديم في ملعب طب الاسنان، والكومبوزيت يعتبر لاعب حديث، يعني بينهم تقريبا اكتر من 100 سنة. فاللاعب الحديث في ملاعب طب الاسنان كان لازم يبقى معاه اسلحة ومميزات يقدر بيها يتغلب على اللاعب القديم، او على الاقل يزحزحه من مكانه. كانت الادفانتج بتاع الكومبوزيت ريزن اللي داخل بيها المنافسة مع الامالجم بيبدأ بأقوى سلاح عنده، والذي لا يقدر أن يجاريه فيه الأمالجم بأي حال من الأحوال، وهو السوبيريور إثيتيك كواليتي. لما نيجي نقارن الإثيتيك كواليتي بتاع الأمالجم بالإثيتيك كواليتي بتاعة الكومبوزيت، فلا مجال للمقارنة تماما. ولكن إحنا لما نيجي نقارن الإثيتيك كواليتي للإثيتيك ريستوريشنز، بنحط الكومبوزيت في مقارنة مع الاذر دايركت اثيتيك ريستوريشنز زي الجلاس ايونيمر والريزن موديفايد جلاس ايونيمر والاسيد موديفايد بولي اسيد موديفايد كومبوزيت او الكومبومير، بنلاقي من الاربع لاعبين دول يبرز الكومبوزيت ريزن كافضل اثيتيك كواليتي موجودة فيهم. اسباب السوبيريور اثيتيك كواليتي بالنسبه للكومبوزيت، اول حاجه الريفراكتيف اندكس از كلوزر تو ذات اوف كومباين انامل اند دنتين. الريفراكتيف اندكس اللي هو معامل انكسار الضوء وانعكاسه، وده بيدي اللمعه بتاع السنه والاحساس بالملمس بتاعها. بنلاقي ان الريفراكتيف اندكس بتاع الكومبوزيت هو اقرب ما يكون لمتوسط الريفراكتيف اندكس اوف بوث انامل اند دنتين. Satisfactory translucency due to scattering scattering light through the filler content. الفيلر كونتنت اللي انا كنت بستخدمه في الكومبوزيت ريزن mainly to increase the strength of the composite resin، بيعمل حاجه جميله جدا جدا جدا، وهو انه بيعمل لي scattering light inside the composite restorations which will give satisfactory translucency، كمية من الشفافية للحشوة تماثل او تقارب شفافية السن. Supplied in a different shade that can meet all the natural colors of tooth to be restored. دلوقتي ما شاء الله الكيتس بتاعت الكومبوزيت متوفرة بألوان كتير جدا جدا جدا، بتتيح لطبيب الاسنان انه يختار اقرب لون ان لم يكن مطابقا تماما للسن. طبعا زي ما قلنا ان الميزة الاساسية هي السوبيريور اثيتيك كواليتي، لكنها ليست الميزة الوحيدة، لان ممكن مريض او طبيب يقول اذا كان الكومبوزيت سوبيريور اثيتيك كواليتي فانا ممكن اقول كمان ان الامالجم سوبيريور ميكانيكال بروبرتيز. لكن لما نيجي على الكومبوزيت انا ما اقدرش ارد على الراجل بتاع الامالجم واقول له ان الكومبوزيت عنده ميكانيكال بروبرتيز بيتر ذان الامالجم، لان كلامي كده غير صحيح بالمره. الامالجم هاز ميكانيكال بروبرتيز بيتر ذان كومبوزيت، بات الكومبوزيت هاز اكسبتبل فيزيكال اند ميكانيكال بروبرتيز. اكسبتبل مينز ات كان ويستاند ذا اورال انفايرمنت وذاوت ديجريديشن، انه يقدر يستحمل الظروف الفمويه او الفميه على حسب بقى النسبه ليها تبقى ازاي، من غير ما الحشوه ما تتكسر او من غير ما الحشوه ما تدوب. acceptable strength, acceptable toughness and acceptable surface hardness. ميزه كمان لا توجد في حشوه الامالجم وتوجد في حشوه الكومبوزيت او الريزن ريستوريشنز عموما، وهي النون كوندكتيف تو ثيرمال تشينج. as it is non metallic restoration so its thermal conductivity is the least. Also it is a repairable restoration. Repairable معناها ان لو لا قدر الله في اي ظرف من الظروف حصل ان جزء من الحشو اتكسر، ففي الحالة دي لا يتطلب من الطبيب باي حال من الاحوال ازالة الحشوة تماما، بل بالعكس بنحضر على الجزء المكسور ونعمل bonding للنيو restorations، والميزة دي بتوفر وقت وجهد ومال الطبيب والمريض على حد سواء. كمان ميزة لا تغفل، وهي less tooth structure preparation or more conservative
فور توث ستراكشر. ليه؟ لان الغرض الاساسي مني كطبيب اسنان هو اني احافظ على السنه. المحافظه على السنه لها الاولويه عن المحافظه على الحشوه نفسها. في حشوات الامالجم كنت عشان احافظ على الحشوه بضطر اني اوسع الكافيتي بتاعي بزياده واعمل ميكانيكال ريتينشن مينز زياده which necessitate removal of sound tooth structure to be replaced by amalgam restoration. الكلام ده غير موجود تماما في الكومبوزيت which depends mainly on micromechanical retention or bonding or adhesive mechanism. وبالتالي التوث بريبريشن في حالة الكومبوزيت فقط ان انا هشيل في معظم الاحوال طبعا ان انا هشيل الديفكت بس واحط الحشوة من غير ما المس الساوند tooth structure. كمان من الادفانتج اوف بوندد ويل تو ستراكشر ذير ويل بي نو مارجنال ديسكالوريشن. ولازم ناخد بالنا من كلمه اف بوندد ويل، لان في دكاتره كتير جدا بعد ما بتحشي الحشوات خصوصا في كلاس 5 يجي المريض بعد فتره وفي مارجنال ديسكالوريشن، زي ما يكون واحد معلم بالقلم حوالين الحشوه، وده السبب الرئيسي بتاعه هو المارجنال بيركوليشن او المايكرو ليكج اللي قد كده. الكلام ده كله بنتغلب عليه بالجود او البروبر بوندينج تكنيكس. امبروفينج ذا سترينث اوف توث ستراكشر ثرو بوندينج توث اند ريستوريشن اكت از ا وان بارت ذس ويل ريفليكت اون ذا توث ستراكشر از انكريزد سترينث. لما الحشوه والسنه تعمل في الفم كوحده واحده مش كوحدتين، مش حشوة منفصلة وسنة منفصلة زي حشوة الأمالجم، لا، لما أنا بألصق الحشوة بالسنة بطريقة صحيحة هيبقى حاجة اسمها tooth restoration complex act as one unit so it can withstand a higher applied forces. طيب الكلام اللي قلناه ده كلام جميل جدا جدا جدا، وبيثبت ان الكومبوزيت لغايه دلوقتي عنده اسلحه تؤهله لفوز المعركه ضد الامالجم. ولكن الامالجم راح مطلع السي دي على راي مرتضى منصور عندنا بقى، السي دي بتاع الكومبوزيت اللي فيه المشاكل بتاعته. اول ديس ادفانتج اللي ما نقدرش ننكرها لغايه دلوقتي الهاي بوليمرايزيشن شرينكج، الهاي بوليمرايزيشن شرينكج والسيكولا بتاعته المعروفة بالمارجنال ديسكالوريشن وبالكارنت كيرس وبالبالبال افكشن. في مجهودات كبيرة اتعملت ولا زالت تعمل كل يوم من اجل تقليل البوليمرايزيشن شرينكج قدر المستطاع، ولكنه الى هذه اللحظة ما زال موجود. Poor wettability to the underlying enamel and dentine due to high viscosity and surface tension. والكلام ده هنتكلم عليه قدام ونقول ان احنا حليناه ازاي. High coefficient of thermal expansion than that of tooth structure. This is a very very important characteristics of composite resins which a high coefficient of thermal expansion. That property led to what's called marginal percolation. Opening and closing of the marginal gap due to change in temperature. Okay, coefficient of thermal expansion means change in length per unit length due to change in temperature. يعني بالبلدي خالص وبالكلام البسيط ان جميع المواد تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده. انا دلوقتي عملت حشوه الكومبوزيت، حشوه الكومبوزيت تمام وقافله ومفيش مارجنال ليكج ولا اي حاجه. انا شربت حاجه سخنه، شربت كوبايه شاي، السن حصل فيها اكسبانشن، الحشوه برضو حصل فيها اكسبانشن ولكن اكتر من السنه، فالمارجنز قفلت بزياده. لغايه كده مفيش مشكله. المشكله لو كلت ايس كريم، كانت ايس كريم حصل شرينكج في السنه، الحشوه حصل فيها شرينكج زياده وبالتالي حصل جاب عند الانترفيس بتوين الحشوه بتوين الريستوريشنز اند توث ستراكشر. Due to fluctuation in the temperature انا بشرب شاي وبعدين باكل ايس كريم، بعد كده بتغدى، بعد كده بشرب حاجه ساقعه، الكلام ده كله يفضل الجاب دي بتفتح وتقفل ان phenomenon termed as a marginal percolation. في الفتح والقفل بيخش البكتيريا وبتخش السلايفا وتعمل لي مشكلة الريكارنت كيرس والبابل افكشن. What is the composition of resin composite؟
الكومبوزيشن بتاع الريزم كومبوزر تاني مش هنتكلم فيه كتير لان احنا مش عايزين نخش في النظر جامد. عبارة عن ثلاث حاجات رئيسية، هي الاورجانيك ماتريكس والانورجانيك فيلر، والاثنين دول عشان يمسكوا في بعض بحط عليهم حاجة اسمها كابلينج ايجنت، كابلينج ايجنت عشان يطلع عندي الكومبوزيت ريزن. طيب لما بنيجي بنتكلم على الكلاسيفيكيشن، اشهر كلاسيفيكيشن عندنا هو according to the filler size. According to the filler size starting from the mega fill ends by nano fill. من الاكبر الى الاصغر، عندنا الميجا فيل، الماكرو فيل، الميدي فيل، الميني فيل، المايكرو فيل، النانو فيل. بنقول as the filler size increase the strength or the mechanical properties increase but the surface roughness on the other hand also increase result to decrease the aesthetic quality. واحنا قايلين من الاول خالص ان السبب في ظهور الكومبوزيت ريزن هو الاستيتيك ريكويرمنت نوت ذا ميكانيكال ريكويرمنت. عشان نخلص من القصه ديت اضطرينا ان احنا نعمل ميكسينج ما بين الفيلر سايزز عشان نجيب الجود سترينث او الجود ميكانيكال بروبرتيز اوف لارج فيلر سايز وذ هاي سيرفيس بولش اوف لو فيلر سايز، وطلع عندنا حاجة اسمها الهايبريد كومبوزيت. according to the handling characteristics عندنا نوعين، نوع منهم حاولنا ان احنا نقلل الفيسكوزيتي، نقلل اللزوجة او نزيد السيوله بتاعته عشان نجيب الوتابيليتي بتاعته احلى، يعني يا اما تقول تو ديكريز فيسكوزيتي او تو انكريز الوتابيليتي. فالحل ان احنا قعدنا نقلل في الفيلر لغايه لما بقى فلوابل زي جل كده. لور ذا فيلر كونتنت تو ديكريز ذا فيسكوزيتي بات ريزلتد انفيريور فيزيكال بروبرتيز، وبالتالي لما الفيزيكال بروبرتيز بتاعته قلت استخداماته بقت محدوده. بنستخدمه as a pit and fissure sealant preventive resin restorations او repairing old restorations، حصل marginal discoloration او marginal fracture فبالتالي نقدر نعمل لها repair by flowable composite or a first increment in the proximal surface of class 2 cavity preparation followed by hybrid packable composite. من مشاكل الكلاس 2 في الكومبوزيت ان احنا ما بنبقاش شايفين كويس proximal box، ومع استخدامنا للconventional composite which is sticky ممكن ما يحصلش complete adaptation at the gingival seat. So flowable composite will be added on the gingival seat as a first step to ensure complete adaptation with the tooth structure then followed by packable composite to reproduce the proximal contact. زي ما قللنا الفيلر كونتنت بدرجة كبيرة جدا جدا عشان نوصل للفلوبل كومبوزيت ونستخدمه بعض الاستخدامات، لما جينا نشتغل في كلاس 2 لقينا ان صعب جدا ان انا ارجع الكونتاكت وريبروديوس ا جود اور ا بوزيتيف كونتاكت without forceful condensation of the restoration and forceful condensation cannot be applied for composite resin as is a sticky material. وبالتالي كان لازم ارفع الفيسكوزيتي جدا بتاع الكومبوزيت وخليه يشبه الامالجم. فعشان ارفع الفيسكوزيتي اضطريت ان انا ازود الفيلر. فتزويد الفيلر مش عشان ازود الاسترينث، وان كانت الاسترينث زادت معايا، ولكن عشان ارجع الكونتاكت اريا او اخليه يشبه الامالجم في النقطه دي. Composite with handling properties like amalgam used in posterior restorations class 1, class 2, mainly class 2. High viscosity than conventional amalgam, easy restoration in the proximal surface of the posterior restoration. Composite manipulation، بعد ما اتكلمنا شوية نظري خفيف كده هنبدأ ندخل في العملي ونشوف هنشتغل ازاي. الامالجم ريستوريشن اسهل ولا الكومبوزيت ريستوريشن اسهل؟ السؤال ده كنا بنساله زمان من
حوالي 20 سنة تقريبا، وكان الإجابة اللي بنسمعها ساعتها هي إن الأمالجم ريستوريشن أسهل. طبعا دلوقتي كلنا تقريبا عارفين إن الكومبوزيت ريستوريشن بقت أسهل بكتير، لأن الأمالجم ريستوريشن عشان أعمله صح في ستيبس لازم أتبعها: obtaining الأوتلاين فورم، obtaining الريزيستنس أند ريتنشن فورم، obtaining the convenience form, removal of remaining carious dentin, finishing of cavity walls and margin, and finally toilet of the cavity. While in composite restoration, I've got to remove the carious. Carious removal, then restoration placement. How can I prepare a cavity to receive a composite restoration? Remove the carious lesion only. No further extension beyond the affection. Don't remove undermine the enamel. No extension for prevention. Beveling for aesthetic. Don't bevel margin in functional path or in occlusion. Avoid using cavity liner as possible, only in a very deep cavity reaching the bulb by 0.5 millimeter. Never use zinc oxide and eugenol as a base or a temporary filling before composite restoration. Acid etching معظمنا بنستخدم دلوقتي الفوسفوريك اسيد 37%، معروف جدا جدا. طيب يجي السؤال هنا: اعمل كام ثانية اسيد ايتشنج؟ والله لو الكافيتي عندك، لو الكافيتي كومبليتلي ان انامل، اعمل اسيد ايتشنج فور 30 سكندز وانت مطمن جدا. ولكن معظم الكافيتيز اللي بنقابلها كومبايند كافيتيز كومبوزد اوف انامل اند دنتين، سو اسيد ايتشنج فور 15 سكندز اونلي. طيب لو انا عايز ازود عن ال 15 في الانامل، يبقى ابدا starting with application of the acid etching on enamel, then fill the remaining of the cavity. So the acid etching for enamel will be increased for 20 seconds, 25 seconds according to your application. Or you can apply acid etching gel on enamel for 15 seconds, then apply the acid etching for dentin for another 15 seconds. So the acid etching for dentin will be 15 seconds with sum of 13 seconds acid etching for the enamel. يعني هنحط الاسيد ايتشنج، يا اما نبدا بالاسيد ايتشنج ابلكيشن على الانامل من بره الاول، وبعد ما احط على الكافيتي مارجنز انزل بالسيرنج بتاعتي واملا الكافيتي، وبالتالي هدي فرصه حوالي 5 ثواني زياده للانامل، وابقى عملت اسيد ايتشنج للانامل 20 ثانيه واسيد ايتشنج للدنتين 15، او اني اعمل 15 ثانيه للانامل الاول بالاسيد جيل، وبعد كده احط الاسيد جيل على الدنتين كمان 15 ثانيه، وبالتالي هيبقى التوتال اسيد اتش، الاسيد اتش الكلي للمينا 30 ثانيه وللعاج 15 ثانيه. ولو من الاول خالص حطينا 15 ثانيه على الاثنين، على المينا وعلى الدنتين، 15 seconds applications on both enamel and dentin is sufficient، كفايه جدا جدا، وبرضه هيديني بوند سترينث عالي وكويس. في البوندنج ابلكيشن يا جماعه، اهم حاجه عندي لازم اقرا البروشور بتاع السيستم اللي انا شغال بيه، لان الاجابه الصحيحه المفروض اكتبها هنا according to manufacturer instruction. في manufacturers بتقول لك حط سنجل كوت، في manufacturers بتقول لك دبل كوتس، في manufacturers بتقول لك مالتيبل كوتس according للسيستم اللي احنا شغالين بيه. ولكن بنقول mainly ان احنا اي prepared surface should be covered by the bonding agent. Enamel أو دنتين لازم أحط البوندنج ايجنت بتاعي. بعد ما أحط البوندنج ايجنت ما أستعجلش وأبدأ أعمل الكيورنج، لأ، في الأول لازم أعمل اير دراينج. اير دراينج أو اندايركت اير دراينج فور 5 سكندز. ليه يا جماعة؟ لأن عشان أقلل الفيسكوزيتي، أقلل اللزوجة، ازود الويتابيليتي بتاعت البوندنج، اضطريت ان انا احط سولفنت مذيب. السولفنت ده اسيتون او ايثانول او ووتر، لازم يحصل لها ايفابوريشن عشان يفضل عند الريزن بس. يحصل لها ايفابوريشن ازاي؟ بالثري وي سيرنج بالاير ان دايركت اير فور 5 سكندز. بعد كده بحط انذر بوندنج كوت if it's advisable by the manufacturer. لو المانيفاكتشر هو اللي قال لي كده، قال لي سنجل، يبقى خلاص سنجل.
وبعد كده اعمل كيورينج 20 ثانية. Composite resin application using of non-stick instrument, gold plated instrument or teflon plated instrument. مش مشكلة نستخدم gold plated ماشي، نستخدم teflon plated ماشي، لو حتى نستخدم الستانلس ستيل العادي بس تبقى non-stick ما تلزقش فيها الماتيريال بتاعنا مفيش مشكلة. Incremental technique is preferable not to try to fill your cavity in a single increment. وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله قدام شوية، ان الكافيتي بتاعي لازم احطه طبقات، وكل ما الطبقات ما تزيد كل ما يبقى افضل. وفلوبل كومبوست يوز از الاينر اتكلمنا عليها وهنتكلم عليها كمان شوية كمان. السلايد دي بتوريني في مشكلة، بتقول لي انا لو عملت ابليكيشن للبوندنج اللي هو الخط الاحمر اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده حطينا المايكرو هايبريد كومبوزيت على طول، هيبقى عندي شرينكج ستريسز عالية جدا جدا. عشان اقلل الشرينكج ستريسز ديت بعد ما احط الدنتين ادهيسيف اللي هو الاحمر اللي عندي ده، لا انا هحط الاول الفلوبل كومبوزيت عشان يعمل لي ستريس ريليف، وبعد كده املى الكافيتي بالمايكرو هايبريد كومبوزيت اللي بستخدمه. طيب لما بنحط الكومبوزيت لاير باي لاير لاير باي لاير سوري لاير باي لاير، هل هضطر ان انا احط بوندنج سيستمز ان بتوين ذيس لايرز؟ طبعا ما بحطش البوندنج سيستمز الا مره واحده بس على السنه، ما بنحطش بوندنج سيستم بين كل انكريمنت والثانيه. طيب امال بيمسكوا في بعض ازاي؟ ايه اللي هيخلي يبقى في بوندنج بتوين ايتش سكسيسيف لاير؟ حاجه اسمها اير انهبيتد لاير which is 1 to 5 micron thick superficial layer of resin that does not cure while it is in contact with oxygen from the surrounding air. As soon as an increment of restorative material is added, the air is displaced, the oxygen concentration drops and the material copolymerizes with the restorative material on top of it. طبعا بنقول ان لما بعمل curing الطبقة السطحية اللي هي ما تزيدش عن 5 micron اللي مع اتصال مباشر بالاكسجين دي ما بيحصل لهاش curing، دي ما بيحصل لهاش كيورينج، دي بتفضل انكيورد، وبالتالي لما اجي احط الطبقه الثانيه هتمسك فيها طبيعي جدا جدا من غير ما ازود بوندنج بتن. طيب what is the factor affecting curing؟ يعني هنا بنقول هل ممكن ان انا اعمل كيورينج، هل ممكن ان انا اعمل كيورنج للحشوة بالجهاز بتاعي والجهاز بتاعي ينور ويطلع النور الازرق ومع ذلك الحشوة تظل انكيورد؟ ممكن في كذا سبب، اسباب بتتعلق بجهاز اللايت كيور نفسه، اسباب بتتعلق بالبروسيجرز نفسها، واسباب تتعلق بالكومبوست. لو بصينا على الاسباب اللي بتتعلق باللايت كيورنج اكويبمنت، هنلاقي اول حاجه البالب فروستنج اور ديجنريشن، اللامب اللي جوه الجهاز مصدر الضوء نفسه ممكن يحصل له فروستنج او ديجنريشن. واي حد عندنا اضاءه في البيت او في العياده بنلاقي مع الوقت ان الاضاءه ضعفت استهلكت، وبالتالي لو حصل بالب فروستنج اور ديجنريشن يبقى البالب ده لازم يتغير او الجهاز كله لازم يتغير. لايت ريفلكتور ديجنريشن، اوبتيكال فلتر ديجريديشن، فايبر اوبتيك باندل بريكج، الفايبر اوبتيك باندل اللي هي بتلمس بيها السنه دي اتكسرت مني، لايت جايد فراكشر، تيب كونتامينيشن. طبعا كل اللي فات ده دي مشاكل في الجهاز، لو انا لقيت اي مشكله في الجهاز عندي يبقى قدامي حل من اتنين، يا اما اصلح المشكله لو المشكله دي قابله للاصلاح، يا اما اريح دماغي واشتري جهاز جديد. النقطه الخامسه او السادسه دي اللي هي تيب كونتامينيشن باي ريزن بيلد اب. الافضل يا جماعه وان احنا بنعمل كيورنج ان التب بتاعتنا تبقى اقرب ما يكون للحشوه، يا حبذا لو انها تلمس الحشوه كمان. ولكن في حاله ان لمس التب للحشوه دي بنخلي بوندنج يجي عليها وبيجي عليها ريمينانت من الكومبوزيت نفسه، وبالتالي بتبقى كونتامينيتد، كونتامينيتد بالحشوه مش كونتامينيتد بالبلاد بتاع البيشنت ولا السلايفا،
كونتامينيتد بالحشوه نفسها، وبالتالي شده الضوء اللي طالعه هتبقى ضعيفه، والضوء نفسه هيبقى سكاترد مش كونسنتريتد. فلذلك بعد كل مريض انا بعمل ليه لايت كيورنج لازم اتاكد ان مفيش ريمينانت من الكومبوزيت او ريمينانت من البوندنج على التب بتاعتي. لاين فولتج انكونسيستنسز في الاماكن اللي الكهرباء فيها غير مستقر، الكهرباء بتعلى والكهرباء بتهطى، الكلام ده كله بيأثر على البالب بتاع الجهاز وبيخلي شدة الضوء الخارجة من الجهاز دي مش ثابتة، وبالتالي بيأثر على عملية البلمرة تأثير سلبي. sterilization problems or infection control barriers، كلنا طبعا بنهتم بالتعقيم، ولكن من الحاجات اللي ما اقدرش اعقمها هو الجهاز. مفيش دكتور اسنان هيدخل الجهاز ده جوه الاوتوكلاف، ما ينفعش طبعا، وبالتالي بنضطر ان احنا نستخدم الرابس او الانفكشن كنترول باريرز. الرابس اللي احنا بنستخدمها على التب بتاعه الجهاز دي لازم تبقى كومبليتلي ترانسبيرنت، ترانسبيرنت ولا ترانسلوسنت، صراحه انا بتلخبط في الترمين دول، انها تبقى شفافه تماما وليس لها اي لون يؤثر على لون الضوء الخارج منها. ايه المشاكل اللي انا مسؤول عنها كمان غير الجهاز اللي ممكن تعمل لي مشاكل during polymerization or light curing؟ هي light tip direction, access to restoration, distance from the surface, size of the tip, tip movement, type of exposure. خلاصة الكلام في الخمس او ست نقط دول اني لازم اتأكد ان التب بتاع جهاز light cure واصلة للحشوة اللي انا عايز اعمل لها curing. كتير جدا جدا من دكاتره الاسنان بيخافوا على عينيهم من النور الازرق بتاع الجهاز. طيب الحل ايه؟ الحل انه يلبس اي بروتكتور وذ ريد كلر اور اورنج كلر. مش الحل انك تحط الجهاز في بق المريض وتكلم الاسيستنت او تبص على مكان تاني، لان ممكن راس المريض تتحرك، ممكن ايدك انت تتحرك، وبالتالي تعمل الكيورنج بتاعك away from the restoration. تعمل كيورنج على لسان العيان مثلا، يعني باخر الشغل تلاقي لسان العيان هو اللي حصل له كيورنج مش الحشوه. طبعا الكلام ده ما ينفعش، ادام بتعمل كيورنج، ادام بتشتغل في مكان، لازم تتاكد ان النور بتاعك واصل للمكان ده ومغطيه بالكامل. لو التب بتاعتك صغيره والحشوه كبيره يبقى هتقسم الحشوه لكذا جزء، كل جزء ياخد السفيشنت كيورنج تايم بتاعه، مش تحط اللايت كيور في نص الحشوه وتقول هي هتوزع. الكلام ده طبعا ما ينفعش. كمان لازم ناخد بالنا من الريستوريشن ثيكنس. واحنا بنتكلم في الانكريمنتال تكنيك هنقول ان الماكسيمم انكريمنت ثيكنس 2 مللي، لكن هل لو انا عندي ريستوريشن ثيكنس 2 مللي هتاخد نفس الوقت لو عندي ريستوريشن ثيكنس نص مللي؟ طبعا اكيد لا، لان النص مللي هياخد وقت اقل من ال 2 مللي. الكافيتي ديزاين كبير ولا صغير، الفيلر اماونت اند سايز. كل ما الفيلر يا جماعه احنا بنعمل كيورنج، نحط بقى في بالنا دي كويس جدا جدا، ان احنا بنعمل كيورنج للاورجانيك ماتريكس مش للانورجانيك فيلر، وبالتالي كل ما الفيلر كونتنت ما بيزيد كل ما الكيورنج تايم ما يقل، كل ما الفيلر كونتنت يقل كل ما الكيورنج تايم يزيد. يعني في ابلكيشن كده نقول ان الفلوبل كومبوزيت هيحتاج كيورنج اكتر من الباكابل كومبوزيت، الفلوبل كومبوزيت هيحتاج كيورنج اكتر من الباكابل، لان الاورجانيك ماتريكس كونتنت ان ذا فلوبل كومبوزيت از مور ذان ذات اوف ذا باكابل كومبوزيت. ريستوريشن شيد، ريستوريشن شيد بنقول ان كل الحشوه ما تبقى افتح كل ما بتاخد كيورنج تايم اقل، لان اللايت ابسوربشن بتاعها هيبقى اكتر. كل ما الحشوه ما تبقى اغمق اللايت ابسوربشن بتاعها هيبقى اقل، وبالتالي الكيورنج تايم بتاعها بيبقى اعلى. ولو فتحنا اي كيت كومبوزيت هنلاقي بنقول A1 و A2 فرضا و A3 الكيورنج بتاعهم 20 ثانيه، A3.5 A4 C3 whatever هيبقى الكيورنج بتاعهم 30 ثانيه او 40 ثانيه. الكلام ده بنلاقيه مكتوب، عشان كده لازم نقول نقرا كل بروشور لكل متيرة، البروشورز بتاع البوندنج، البروشورز بتاع الايتشنج، البروشورز بتاع الريستوريشن نفسها، عشان نشتغل اكوردنج تو مانيفاكتشر انستراكشن.
الفينيشنج اند بولشنج. الفينيشنج اند بولشنج مهمه جدا جدا جدا، ويتوقف عليها جزء كبير من نسبه نجاح الحشوه، لان احنا قلنا في الاول خالص في اول المحاضره ان اهم حاجه في حشوه الكمبوس هي الناحيه الجماليه، والناحيه الجماليه بتزيد كل ما كان لمعان السطح اكثر، وبالتالي لازم اعمل الفينيشنج اند بولشنج. الفينيشنج اند بولشنج هل هم حاجه واحده ولا حاجتين مختلفتين؟ احنا بنقول عندنا قاعده في اللغه العربيه، لو قلت الانهاء والتلميع فبنقول ان العطف يقتضي المغايره، الانهاء حاجه والتلميع حاجه. الفينيشنج is to reproduce the lost anatomy، البولشنج is to decrease the surface roughness. الفينيشنج او الانهاء هو عمليه ارجاع الشكل الطبيعي للسنه، بنرجع الكاسبس، بنرجع الريج، بنرجع الاناتومي، بنرجع التشريح بتاع السنه، بنرجع المرتفعات والمنخفضات. معلش انا الترمس العربي عندي مش عارف اترجمها، فخدوها مني بقى الكاسب والفصه والكلام ده. لكن البولشنج هو تقليل خشونه السطح قدر المستطاع، تقليل خشونه السطح قدر المستطاع. التو كريتيكال فاكتورز فور فينيشنج اند بولشنج الابريسيف سايز والفيلر بارتكل سايز. كل ما الفيلر بارتكل سايز بيقل كل ما اقدر اجيب سطح انعم، كل ما يبقى عندي مور بولشبل سيرفيس. كل ما الفيلر سايز يزيد كل ما الفينيشنج او البولشنج بتاع السطح يبقى عندي اقل. طبعا الرقم ده هو الكريتيكال نمبر للبولش سيرفيس 0.2 مايكرون. عند الرقم ده ما يحصلش بلاك اكيوميليشن، اكتر من الرقم ده سواء كان 2 او 20 او whatever هيحصل بلاك اكيوميليشن with surface discoloration or even recurrent caries at the margin. السلايد دي بتقول لي ان عشان اقاوم الشرينكج ستريس لازم البوند سترينث تبقى عندي اعلى من الشرينكج ستريس. لو زي ما احنا شايفين كده ان الشرينكج ستريسز هنا اعلى من البوند سترينث هيديني ليكج اند فاينالي ليد تو فيلير اوف ريستوريشن. وات ار ذا فاكتورز افكتنج الستريسز؟ عندنا حاجه اسمها الكافيتي جيومتري او الكونفيجوريشن فاكتور او سي فاكتور، والكافيتي سايز، application technique, layering and light position, and material related factors which is the shrinkage. What is the C factor? C factor, it is the ratio between bonded surface and unbonded surface. The internal surface of the cavity which will be covered by the bonding agents and the outer surface of the restoration facing the oral cavity. This is the C factor. The bonded surface on the unbonded surface. In the last example, C factor equal 2. لو عندنا الرسم البسيط ده لكلاس 1 which is a simple box cavity have 5 walls 4 axial walls and 1 bulbar floor. So the bonded surface would be 5. The unbonded surface only one surface which is the occluded surface. عندي سطح واحد فقط هو المعرض للفم وهو السطح الماضغ او الطاحن اللي هو الاوكلوزد سيرفيس، هيبقى سي عندي 5. كل ما السي يا جماعه بمنتهى البساطه كل ما السي فاكتور دي تزيد المايكرو ليكج يزيد، كل ما السي فاكتور تقل المايكرو ليكج يقل بمنتهى البساطه. وبالتالي بنقول الديب كلاس 1 از ذا وورست كيس، اسوأ حاجه. قد يتبادر للذهن للمره الاولى ان من الوهله الاولى ان افضل حشوه هي حشوه كلاس 1 وانها هي الحشوه اللي مش هتقع وهي الحشوه اللي مش هيحصل فيها مايكرو ليكج، لكن الكلام ده غير صحيح بالمره. افضل حشوه هنلاقيها انها حشوه كلاس 4 مش كلاس 1. كلاس 1 السي فاكتور بتاعها عالي جدا جدا
وبالتالي البوسيبيليتي اوف مايكرو ليكج عاليه جدا جدا جدا. ادي الرسمه توضيحيه بتوضح لي اللي هيحصل. انا لما يبقى عندي كلاس 1 وحطيت هنا البوندنج سيستم بتاعي وبعد كده حطيت الكومبوزيت الاخضر ده وبدات لايت كيور، هيحصل بوليمرايزيشن شرينكج، وبالتالي يحصل ليكويد موفمنت هنا في الدنتينال تيبيول يديني بين في البالب. عشان احل المشكله دي احط جلاس ايونيمر از ا بيز تحت. لما حطيت الجلاس ايونيمر ما بقاش في بوندنج هنا، بقى هنا في حاجه اسمها فري سيرفيس، وبالتالي بقى عند الكونفيجريشن فاكتور كان كام؟ كان 5 على 1، دلوقتي بقى 4 على 2، بقى عندي 4 اكسيال وول فيهم بوندنج و 2 فري وولز اللي هم الاوكلوزال سيرفيس من فوق والبالبال فلور من تحت، فبقى عندي 4 على 2، بقى 2، قللت السي فاكتور من 5 ل 2، وبالتالي قللت الستريس بتاع البوليمرايزيشن شرينج. الكافيتي سايز، كل ما الكافيتي سايز بيكبر كل ما الديفورميشن بيزيد، وهنتكلم في الليرنج تكنيك على النقطه دي بالذات لان الرسمه دي هتوضح لنا حاجه اسمها كاسبال ديفليكشن هنتكلم عليها. القصد من هنا ان احنا نحاول قد ما نقدر نخلي الكافيتي بتاعنا صغير. الانكريمنتال اور بالك فيل، طبعا لو احنا عملنا البالك فيل ايفن الكافيتي ديبس عندي 2 مللي وعملت بالك فيل، حطيت ال 2 مللي مره واحده سنجل انكريمنت وعملت بوليمرايزيشن، هيبقى عندي بوليمرايزيشن ستريسز اعلى بكتير من ان انا لو قسمته بنفس الشكل ده كده انكريمنت باي انكريمنت. ويستحسن ان في اخر انكريمنت من فوق never to connect opposing cusps together in a single increment especially in premolars، كويس، لان كل انكريمنت ستريس في كل جزء هيبقى اقل من البوليمرايزيشن ستريسز في الحشوه لوحدها. ولو خدنا بالنا هنا الطبقه الصفراء دي فلوبل كومبوزيت برضو از ستريس ابزوربر عشان نقلل البوليمرايزيشن شرينكج ستريسز بتاعتي. اللايت بوزيشن، دي اجهزه اللايت كيور بتاعتنا دلوقتي اللي موجود في السوق عندنا 3 حاجات، يا اما الهالوجين وده كان قديم بس لسه موجود لغايه دلوقتي وبنعمل بيه كيورنج من 10 ل 40 ثانيه، البلازما ارك من ثانيه ل 3 ثواني، والليد اللي هو دلوقتي شغالين معظمنا بيه وبنشتغله من 30 ل 40 ثانيه. بالنسبة لكلاس 2 واللايت بوزيشن، انا عندي في كلاس 2 طريقتين، يا اما بستخدم السيليولويد ماتريكس ستريب يا اما بستخدم الميتال ماتريكس ستريب. لو استخدمت الميتال ماتريكس ستريب يبقى اعمل حاجة اسمها اوكلوزل تكنيك، هبقى عندي اللايت كيور بس اقدر اعمله من الاوكلوزل سيرفيس. لكن لو اشتغل بالسيليولويد ماتريكس هيبقى عندي 3 سايت التكنيك، اقدر اشتغل من الاوكلوزل واقدر اشتغل من البروكسيمال واقدر اشتغل من الجينجيفال كمان ثرو اللايت ترانسميتنج ويدج اللي انا شايفه في الصوره ده. وبالتالي لو انا هشتغل بالاوكلوزل تكنيك يبقى لازم الفيرست انكريمنت تبقى ثين، تبقى ايه يا جماعه؟ ثين، عشان يحصل لها سفيشنت بوليمرايزيشن باي ذا اوكلوزل دايركتد لايت كيور. لكن لو انا شغال بالثري سايد تكنيك او اللي هي ترانسلوسنت ماتريكس ولايت ترانسميتد ويدج يبقى ممكن استخدم ثيك لاير، لان الثيك لاير دي هتاخد لايت من 3 اماكن، هتاخد من فوق باللايت كيورنج دايركت فروم ذا اوكلوزال سيرفيس، وتاخد من تحت من الجنجفا اهو من الناحيه اللثويه عن طريق الويدج اللايت ترانسميتنج ويدج، وكمان هتقدر تاخد من الفيشال او من البروكسيمال واللينجوال. الشرينكج، احنا اتكلمنا في الشرينكج وقلنا الشرينكج نتيجه تحويل
مونيمر لبوليمر. ايه اللي في حشوة الكومبوزيت بيبقى مونيمر وبيتحول لبوليمر؟ الفيلر ولا الماتريكس ولا الكابلنج ايجنت؟ لا طبعا هي الماتريكس. وبالتالي لما يبقى عندي لو فيلر كونتنت زي ما احنا شايفين كده وهاي ماتريكس فوليوم، بالتالي هدينا هاي بوليمرايزيشن شرينك. لو انا عايز احافظ على هذا الحجم واقلل البوليمرايزيشن شرينكج، يبقى الحل ان انا ازود الفيلر كونتنت. والكلام ده قلناه قبل كده ان احنا كل ما نزود الفيلر كونتنت كل ما نقلل البوليمرايزيشن شرينكج. وكقاعده كده نعرفها يا جماعه، اي ادفانتج في الكومبوزيت ما عدا السيرفس رافنس ليها علاقه بالفيلر، واي ديس ادفانتج ليها علاقه بالاورجانيك ماتريكس. رول 1 keep first layer thin. رول 2 never connect opposing cusp with a single layer to prevent what's called cuspal deflection. لغاية كده يبقى الجزء النظري خلص، وهنبدأ الجزء الثاني ان شاء الله اللي هو بعض حالات العيادة اللي بنشرح فيها من class 1 simple class 1 composite لadvanced complicated cases restored also with a composite resin. واريح شوية عشان انا صايم ونكمل بعدين.